يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله عمي ابو رياض الله. تسلموا تسلموا شبيب. شكرا عبيس. سمعي التانية. يا ليلي يا عيني يا ليلي. صح. ليلي يا عيني. الله الله الله. خلصوا ليه انت وياه؟ شو اشبك عباس عم تقول لي اه؟ ما نشرت اني وليه؟ شو اشبك؟ انا ابو رياض انا ابن بيروت، بحكي شو ما بدي عالقلب بفوت، انا بعشق كل الناس ما بغير حلاس، إذا حدا جاي كربل عنه الأنفاس. أني أني أبو رياض، أني أني أبو رياض، أني أبو رياض مصبع الكارات، أني بقي معكن بكل الأوقات، قلبي شو حساس وبراسي وسواس، سير كل العالم ونحر بعباس. آني آني أبو رياض، آني آني أبو رياض. انت اللي ما عم تفهمه يا ماجد يا ابني. ايه جدي. انه انا المشكلة معي معك اللي عم بيصير، انك انت جربنا نطلع انك توقف دخان ما عم تقدر. انا بفهمك كمدخن وكل شيء، بس المشكل وين صار؟ وين؟ انه سنينك صاروا كلهم صود على الدخان وكل شيء. فالقصة وين؟ انا ما فرعاني معي صحتك، لانه انت ما فرعاني معك صحتك. مزبوط معك حق، بس المشكلة انه ما عم بقدر اشوفك بالليل. ليه؟ ما انت لونك داكي يعني اسود وسنينك صاروا صود. كنا بالزمانات نتكل على سنينك بس تضحك نعرف انه اجا ماجي. احنا بس صاروا صوت. مزبوط صاروا صوت. فالمشكلة وين؟ وين؟ انه ما عم بيزبط معك قصة الدخان. فالحل تاعك شو؟ شو هو؟ انك تروح تجيب قنينة قطجافيل. ايه. وبلش تتحمم فيها وليف حالك قد ما فيك بالقطجافيل لحتى يفتح لونك، لانه كتير داكي. يا حوي مايكل جاكسون صار ابيض. عمي ابو رياض؟ تفضل. عمي ابو رياض؟ نعم. الله معك عمي ابو رياض. اهلا. خير يا طير. الله ما مرحبا ماجي. لا لا شو خلص روح مثل ما بقول لك عمو. حروح جرب وجرب. روح جرب بالقجفه. اوكي. كثير مني. يلا. ما بصير هيك. شو راح تجرب؟ شو راح تجرب؟ ليش مو مشانك هيك مثل النسر عامل هيك؟ ماشي هيدي شغله بيني وبينه. نعم. عمي ابو رياض؟ نعم. انا عاده ما بيجي بسهر عندك هيك وبقضي السهره انا وياك لاخر الليل. شو في هلا؟ لا ماشي هيدي شعره معلقه على لساني. طيب ولو؟ ايه بجي تجي بتسهر عندي؟ ايه هيدا منيح اللي طلعت منك عباس ما طلعت مني. وانت بتشد فيي خليك نام عندي يا عباس خليك نام عندي. عندي بلا انت دايما هيك بنبقى سهرانين وبسولفين انا وياك ومبسوطين والسهره بعدها باولها وبوجهها. نعم. وبكون انا مسلطن وصاحي وبدي اسحبها، تجي انت بتقطعني بتحمل حالك وتفل. وما بنام عندك. ليش ما بتنام عندي عباس؟ منيح اليوم رح اسهر عندك ورح نام عندك. حلوف وحياة عمي ابو رياض وعباس. ايه محزرت. ليه محزره؟ لا اليوم ما فيك نام عندي. ليه ما فيني نام عندك؟ لانه ما جاي عبالي اسهر انا. نسهر انا وياك بجيب لك لبنه وزيتون من السوقيه. لبنه وزيتون ما عبالي اسهر. شو اخو مرائي انت؟ لك شو اخو مرائي انت؟ عمي ابو رياض قاصد الله وقصدك الله يخليك. خير شو في؟ ما انا رشينا البيت من شان الصراصير والبرغش والعقارب بشرفك؟ ايه. عن جد واخيرا رشيتوا البيت؟ فقال لي ما فيك تنام فيها الليله هذا اللي رشل لي البيت. منيح رشيتوا البيت عباس. ايه. لانه امساني رحت لعندك. ايه. دقيت على الباب عندكم تعرف مين فتح لي؟ مين؟ فتح لي الجردون. العمى؟ فتح لي الجردون قال لي اهلا ابو رياض طلع وينه عباس؟ لانه صار في وحده حال بينه وبينه وبين الحيوانات والحشرات ببيتك. اللي جمعه ما عم بكمشي. قال لي تفضل اشرب فنجان قهوه هلا بيوصل. مين اللي قال لك هذا؟ الجردون. فت قعدت عندك طل الصرصور قال لي بتحب تشرب شيء؟
قلت له عملنا قهوه من ايديك الطيبين حلوين للصرصور. للصرصور قام فتح لي البراد قال لي بتشرب مي مسقعه بتنط البرغشه هالي كبيره مثل صرصور هالقد ببيتك. ايه مزبوط. اجت البرغشه قالت لي اذا تعبان او شيء بحملك بحطك على التخت. انا قد ما عم بتغذيها للبرغشه قد ما عم بتغذيها صارت هالقد مثل العصفور. اربع برغشات بيحملوا زلمه. هلا عم تهتنا هالهت لانه كله جايين ننام الليله عندك. منيح رشيت بيتك. لك يا خي بدي رش وما بقى فيه. اجى قال لي الزلمه ما فيك تنام الليله فيه مفتص بموت بدك ياني موت. ولو قيسي تاعيتك وينها؟ راحت عم بيت اهلها تنتفي صونيك. تعال تطلع بيجي انا وياك هلا عشيه بنقعد منرتب سهره منسولف منحكي منغني لنا غنيتين. ايه برافو طنطنتين الله يخليك. وبنام عندك. الله يحفظك. الله يخليك انت كمان. وانت كمان. الله ينور دربك يا رب. الله يطول بعمرك. الله يخليك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله يخليك فوق راسنا. ولك انت ان شاء الله بتضلك بصحتك وان شاء الله بتضلك بهمتك وان شاء الله لا يعوزك لحدا. وانت كمان نفس الشيء. وانت كمان مثل ما انا قلت وهذا. وشايف عطرسك كتير. وفوت اطلع عزال طاقتي. اشتقت لك ولا عبدك. حبيبي عمي يا ابو يخرب ذوقك. رح تنيمني عندك؟ طبعا. ايه بس عشرت لك شيء. شو؟ معلش خلينا نكون واضحين من اول الطريق. شو في خير؟ ما انت بتعرف نحن بيت الرئيس احنا بيت جاه وبرجوازي. يعني اذا بدك تجي تنام عندي وعرف كل شيء يعني مجبور تجيب معك الفرشه تاعيتك الحاف تاعك الكوسان تاعيتك. شو ها؟ الكوسان. شو هي هالكوسان؟ يعني هيدي المخدية الصغيرة بتحط راسك عليها. ليش ما عندك فرش وملاحف ومخدات؟ ليش بدي أعطيك إياه ولألك يعني؟ لك ما تحممت وجاي شو بيك أنت كمان؟ لو تحممت بعدين بدك تجيب منشفتك، بدك تجيب الليفة تاعيتك، دواء السنين تاعك، فرشاية السنين تاعيتك، كل شيء تاعيتك. لحظة. كل شيء عندي النظافة، لأنه نحن بيت الرئيس نتحمم بالمنشفة مرة، منشف فيها ومنكبها. أيوه. إيه؟ ما بتنغسل. ما بتنغسل لا. البابا ما بيقبل. مين؟ البابا. بخش تقلي بابا رح تجنني عمرك 90% ما عمري 90 وين؟ ما بخصك عندي عمرك؟ قول قد ايه عمرك؟ ما بدي طيب. قول. ما بدي قول. طيب ماشي رح جيبهم كلهم هولي حاضرين. ايه؟ رح تنيمني عندك؟ ايه؟ يا حبيب قلبي يا عمي. يلا اطلع. اشتقت لك يا خليني وياك. ما اشبك شيء؟ بصقها بصقها إذا صندي على قلبك. انخع فشش تسمن. طفوا المعمل طفوا المعمل الموتورات عم تولي. يا لطيف يا لطيف مطيع اللي تقطعك شو إشبك نقصني. يا لطيف عمي أبو رياض شو ها؟ شو ما سمعت؟ شو بدي اسمع؟ ما سمعت هالضربة الكبيرة؟ ضربة شو؟ ضربة؟ انفجار؟ والله ما سمعت شيء من شخيرك. من شخيري ما سمعت شيء؟ ما عم بسمع شيء. لك انت سمعت قلت لك شو هيدا؟ يا سيدي يا سيدي دخيلك ما انتبهنا عمي أبو رياض دخيلك قوم اتخبى دخيلك قوم عباس عمي أبو رياض دخيلك وينك؟ يا لطيف شو اشبك شو اشبك؟ بخرطي يا لطيف شو هالشيء هيدا؟ شو هيدا؟ شو؟ يا لطيف قوم افتح الباب شو بدي افتح الباب بعدك؟ قوم افتح الباب لك ما حدا يقوم لك ما انا ما قادر قوم شو اشبك؟ لا عم هالكل قضيها طيب اجوا ولادي عم يقوموا يا شو عم بيصير؟ قوم افتح قوم افتح طيب طيب قوم شوي اوعى يا ساتر يا رب البيت يا اوعى شو بقى؟ شو بقى؟ شو صاير برا؟ شو بقى؟ 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 شو في؟ شو في يا حسن؟ شو في؟ شو بقى؟ راكدين كانوا عم بقوصوا علينا شو نازل العالم بين بعضها شو ناولوا 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 ألفين ألفين شو ايش بقى؟ ما تزيدك عم تشحت علينا شكرا شو في؟ جد في حرب برا شو في؟ في حرب برا دخيلك يا جد القصف قذيفة من اجرينا هربنا رحيلنا 100 مرة يا عباس قلت لك ما بدنا نهاجر على دارفور لك اي دارفور وين دارفور نحن هون هلا ببيروت اه مش دارفور نحن عمي ابو رياض لحظة شو اسمع اسمع فافا روح طلع يا جد دخيلك شو اشبك شو اشبك
ما اسم الله عليك، كلك شتني وكلك ما بعرف شو صاير مثل هيك الشيء صغير ما بدنا نقوله. عمي ابو رياض لحظه، مين ومين مين مين شو القصه؟ شباب مسلحين شي بيقولوا خلاف على السياسه، شي احزاب شي بيقولوا، يعني من جد مش قادر اقول لك شي بيقولوا على اللي عني انت مش قادر احكي انا. عشو الخلاف؟ بيقولوا طائفيه طائفيه طائفيه. انا ما في احكي هيك جد، بخاف بخاف. طائفيه ايش انت؟ صيح لعلك لو ما بدك تصيح لعلك. مين عم بيقول انا بدي انزل من مين انا ما فهمت من مين عم طلع الطائفيه؟ خليك مينه عم بيستحي لك عميني. خلص ولا يهمكم، وينهم كلياتهم برا؟ خلص ما دو ولا همكم ولا همكم برا بالشوارع حلي بالشوارع. طيب فافا ما تخاف يا بابا ما تخاف، بيتك من قوم تخبى بالفافا، فوت تخبى بالمطبخ. لا راحوا راحوا الاكلات معلش. وانا شو بدي حسن انت فوت خبى طلعح بالصالون لانه انت جدي خسر عنك. طوفي وانا جدي انت فوت خبى بالحمام. بالحمام انا جدي بالحمام. لا انت لا انت فوت خبى بغرفتي. يلا فوت عجي قوم فوت اعطيه على اللي تقطع فيه. عم بيس خليك هون. شو انت؟ انا بدي قوم حلها. لحظه وين بدك تقوم تحل؟ بدي قوم حلها معهم. بعده رصاص بعده رصاص. اسمع وما فيك تحل شيء. هلا فرقاني ما فرقاني معي لا رصاص ولا بلوط. انا عمي ابو رياض سيح لهلق. خليك خليك يعني باكل رصاص بسناني يعني. لك شو بتاكل؟ ما بتعرفني يعني. لك ليه هلا مشانك هيك بتطلع؟ طول بالك شوي. ما شفتهم كيف عم يتقاتلوا مع بعضهم كرمال الطائفيه؟ انا ما ياك شو صاير عم بقرف منها؟ معلش معلش انا عندي عقده عاطيه مع الطائفيه عباس، ما بحب العالم تتخانق مع بعضها كرمال الطائفيه. والله انت شو لك عليه قلش بالطائفيه؟ ما خبرتك؟ لا ما خبرتنا. اسمع لا خبرك طول بس يا طيف بالزمانات عباس. يلا اسحبها اسحب. سنه 1975 بعدني بذكر يا عباس كنت انا قاعد بالبيت وعم اكل لحمه بعجين أرمني. وإذ حسيت في شيعة سني. متفوت أصبعي طلع ما في شيعة سني. شو طلع فيه؟ طلع في شيعة درزي. لما؟ قمت صرخت أني آخ دخلكم شو هالوجع عيدة. قمت فزت أم رياض سهيلة. قمت قالت لي ولا همك أبو رياض خد اتمخمض هيدا كاس روم. أيوة قمت اتمخبطت انا بكاس الروم يا عباس. شو بدك يصير فيني؟ شو صار فيه؟ مرمروني يا حبيبي. قمت دغري فزيت عند حكيم اسنان اختصاصي ارثوذكسي. عم بصفى حسني قال لي يا ابو رياض بتاسف اني اقول لك انه نحن مضطرين ابع لك ثلاث ارباعهم. قلت له شو ايش بك دكتور؟ اذا ابعت لي ثلاث ارباعهم شو بدك تترك للاقليات؟ قال لي بهالحاله ما عندنا حل ثاني غير ركب لك بروتستان. ايوه قلت له تعال اقول لك من الاخر قطيعه اللي تقطعك منك لهم كل واحد يخبر الثاني من اول ما شفتكم ما حبيتكم. ابع لي اياهم كلياتهم من اساساتهم وركب لي وجبه. اضبط شيها على قليل الوجبه عباس. ما بتخرق هالسوسي. ما شو عم تقول سوسي وعم تأشر علي؟ شو أني سوسي هلا؟ أنت سوسي؟ كل واحد بيحكي بالطائفية بكون سوسي. لا طب مين حكي بالطائفية؟ أنا ما حكيت ما نايم عندك ها؟ أنا عم سمعك حتى التاني يسمع. إيه مزبوط معك ها؟ أنت شو عم بقول لك؟ طيب روح شوي هلا معك ها؟ والله حلوة هاي السردة تبعيتك ها؟ شو هالمسخرة هيدي؟ طول بالك معلش. قديش اللي أنا بعرفك يا عباس يا شاهين ابن أبو راغي؟ أنت مرباني من أنا وصغير. شي مرة سألتك شو دينك شو طائفتك؟ لا والله أنت ما بتحكي عمي أبو راغي. ما بيهمني ما بيهمني قاري. إحنا ما قلنا عليها. شو قلنا عليها فيها؟ مزبوط. كل اللي بعرفه عنك إنك اسمك عباس شاهين. نعم. ابن الحج أبو راغي. صح. من حروف من الجنوب بس ما بعرف شو طائفتك. مزبوط. وأنت كمان شرحه. أنا بعرفك إنك عمي أبو رياض منذر الرئيس ومن راس بيروت ولحياتنا بحياتنا حكينا لا بالطائفية ولا بالمذهبية. ما بخصك تعرف شو طائفتك. طب ما بدي اعرف شو طائفتك. عم بقول انه ما بحياتنا حكينا. ما ضروري. لك طلعت ريحتي مجدره هذا فات بالبراد هذا توفى. هل يفوت البراد؟ يفوت ياكل البراد بس ما ياكلوا بعضهم. مزبوط. ياكلوا قلبي ما ياكلوا بعضهم. معك حق. ما حرام عليهم؟ يا لطيف. زيح لعلك. لو بدك تزيح؟ انا رايح حلها معهم. هلا ما بتظهر لمحلك بعد. انا هلا بدي حلها معهم. بعده رصاص عم يطلع والضرب. خلينا عليك. خلينا بكره الصباح رباح. صباح رباح؟ ايه الصباح هيك بيقولوا الصباح رباح. بعرفه لصباح رباح. لك شو صباح ربيع هيك العالم تنقال كلمة؟ مش ابن الحج ابو مصطفى؟ لك ما خصها هي كلمة بتنقال انه بس يطلع الضو بنروح لكل صباح ربيع. ايه صباح ربيع. ايه شو اشبه؟ مش ما اشبه شيء يعني بس يطلع الضو وتنجلي الامور ونشوف شو بدنا نعمل. تنجلي الامور؟ ايه او لك عم بيستعملوا دواء مسحوج عليه. لك ليش قصتك بتروح على غير محلات انت؟ تنجلي يعني لتبين الامور لتبين. تستعمل لي مصطلحات لتبين الامور عمي ابو رياض. طيب عال خلينا وين بدي نام هلا انا؟
شو هذا؟ لا ماشي عم بطلع صوت رصاص عم بعمل مثله. شو هذا هلا هيك صوت رصاص بيطلع؟ ما مثل هيك شيء. خليني نملي ساعتين. فوفاش او شيء؟ فوفاش؟ ايه يلا انضفي سنة. خليني نملي شي ساعتين بركي انا ما بغفل دغري بسهولة ها؟ ايه خليك حدي عم بقول انا حدك ما تخاف يا بابا ما تخاف. ضيع اللي تقطعك رجعنا يا محلى رصاص. لك راح افطس. خي نفذ الاوامر مثل ما عم بقول لك. كل شوي بدك تعمل لي وجعه راس. الوضع دقيق هلا بتعملوا انتشار بالتي هي احسن وما بدي تكونوا طرف مثل ما عم بقول لك. مش ناقصنا مصايب. يلا شو عم بيصير؟ تفضل. مرحبا كيفك كوماندان ياسر؟ عمي ابو رياض. الله معك كوماندان. يا ويلي كيف جيت بوقتك؟ منيح جيت بوقتك. الله معك كوماندان. هلا عباس كيف صحتك؟ كوماندان ياسر شو اخبارك؟ معقول عم بيصير؟ طول بالك دغري هيك. معقول هالشيء اللي عم بيصير يا كوماندان ليش؟ بعرف غيرتك على البلد عمي ابو رياض بعرف. ما بيصير هيك يا كوماندان ليش؟ ما بيصير انه معقول اولاد البلد الوحدين عم بيتخانقوا مع بعضهم؟ اولاد البلد الواحد. الواحد؟ الوحدين. بخصوص البلد عمي ابو رياض بعرف نحن هلا بحاجه انه قد ما فينا نرد الوئام. رد الوئام؟ ما بيصير شلخوا بعضهم بالحي من زاروبي لزاروبي ومن بيت لبيت ومن طابق لطابق. ما بيصير ما كلنا اهل. طيب انتو شو عم تعملوا؟ نحن شو بدنا نعمل؟ شو بيطلع بعيدنا؟ ما نحن مواطنين عاديين. طب نزل عباس. وين بدي نزل؟ الله يسعد عباس. هون بدي نزل عباس. دخيلك انتو لازم انتو كدولة تنزلوا وتتصرفوا وتشوفوا شو بدكم تعملوا. ما انتو المسؤولين عنا يا عمي ابو رياض. نحن هلا مش قادرين. ما شو بنعمل؟ نقتلهم كلهم؟ ما بنقول قادرين نكون طرف عن بعضهم. فهمونا خلي يوعوا. ما بيصير كمان ما مثل ما بقول المثل الاباء ياكلون الحصرم والاولاد يدرسون. ايه منين جبتها؟ ايه عم بيدرسوا الاولاد. ما معاد هلا المهم درسوا ولا ما شو شو بدك؟ اذا ما اذا درسوا ما درسوا يا لطيف. مين درس؟ ما انت درست؟ ما درست شيء. ما لطيف الطريق لانه احنا نحن وجايين لعندك. كيف الدنيا والحرايق ريحه كثير عبيس. مين درس؟ انت مروان؟ لك شو مين درس؟ اللي تقطعك. ما خلص هلا اللي درس درس واللي هرب هرب. عم فوت فوت رجع بالجو. الجو ايه؟ شو درس وهربوا؟ يا كوماندان ما بصير كوماندان. حل بدنا حل. مناظر الحل. المناظر اللي شفتها. مناظر اللي شفناها انه جاي انه عم بيقبر رياض. سيارات محروقه ازاز بالطرقات. العالم عم تولي. العالم عم تنضب حظها. معقول هيك؟ بصير هيك لازم تنزلوا تحلوها. ننزل نحلها عمي ابو رياض. بس بدنا نحلها بدنا نلاقي طريقه للحل. ما بتنحل بالقوه. طب مش عم نقول حلوها بالقوه؟ احكوا معهم يا حرام. وجهوها. نحن هذا الشيء اللي بحاجه فيه نحن للمواطنين الصالحين هلا الوجهاء ولا الحكماء. طب شو لازم نعمل اولاد؟ بدنا نبذل جهد. بدنا نبذل جهد نشوف كيف بدنا نصالح الناس مع بعضها. وشو الحل يا مختار؟ والله بيسوى هيك وبيسوى هيك. والدنيا هيك. شو قصتكم؟ شو قصتك يا جماعه؟ اهل حي واحد. نحن ما بيصير هيك. معك حق يا عباس معك حق. لك معقول فافا نازل طرق بماجد وماجد نازل طرق بطوفي طوفي طرق بالبلد؟ صار له شيء مش هلا تطول. ما تنجلي ما تنجلي. لك رح موت عمي ابو رياض. شو الحل هلا؟ عمي ابو رياض انت بدك تتصرف. انا؟ انت اذا هلا ما تصرف نحن ما بقى قادرين نعمل شيء هلا. ليه؟ الا ما يصير في لحمه يرجع. لحمه؟ شو نقتل الشباب كلهم؟ نحن بدنا نشوف قد ما فينا نفصلهم عن بعضهم. بس امثالك له دور كبير. ليه؟ انه انا يعني انا كرجل حكيم وواعي طبعا العقلاء. العقلاء بدك قله مش تصرف. بدك يعني انا اتصرف. تصرف طبعا. يلا طوفي. عم شدت تليفون. ضبطي ضبطي. منين بيطلع لنا طوفي كل مره؟ فرصه الساعه 10. الو وكالة الانباء الوطنيه. شو وكالة الانباء الوطنيه؟ عم تغري. كيفك يا بنتي يا منى؟ لين تعرفها؟ منى بتشتغل هونيك على السنترال. ليكي اعطيني الرئيس تاعي. والله قال لك ما انا فاضي مستعجل. خلص قولي لهم انه منذر الرئيس بده يقعد شريط صب بده يقعد مؤتمر صحفي بكره صباحا. واذا في مجال تبلغوا كل الوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه الصحافي كل شيء كل شيء واحد خصه بالعنايه. وبدي يجوا خليه يصوروني. بدي احكي كلمتين جامدين لكل اللبنانيين. ايه بخطاب خطاب جامدين للبنانيين. ايه خطاب. ايه بكره الصبح. ما يطولوا خليه كلهم موجودين هون. يلا. ايه كيفهم اهلي؟ الحمد لله. بخلص سكي طافي. خمسة تليفون. دبي اهلك. شو بدك تعمل عمي ابو رياض؟ بكره بتشوف. شو؟
يا ويلي عقليته بس بده يتصرف. بعد وحده كمان ظبط الفوكس. برافو. يلا احنا جاهزين عمي ابو رياض. نطلع على الهواء. طيب يلا احط احط صور من برا. يلا انت على انت على الهواء عمي ابو رياض. يلا تفضل. نعم انت على الهواء تفضل. انت على الهواء. لحظه واحد مثلك على الهواء. روق شوي. شو قصتك؟ شو بعد ناقص؟ انا عم تقول لي هيك وليه؟ لك عفوا عمي ابو رياض، عم بقول لك انت على الهواء يعني هلا نحن صرنا على الهواء مباشر، تلفزيون واذاعات وراديوات. لك العالم شايفتنا. يلا تفضل تفضل. يزيد فضلك. ما تواخذنا. تفضل عمي ابو رياض. هيدي مين القاضي حدو؟ هيدي مساعدته. بلش؟ يلا بلش. ايها اللبنانيون، يا فلزات اكبادي، يا اخواتي، يا اولادي، يا اهلي. طيب طيب. يا احبائي. طيب فوت بقى. يا احبائي ببيروت. نعم. يا اخواتي بالضاحيه. 2 كيلو رز. نعم. وقيتين بن. لحظة. لا عفوا شو نص كيلو كوسة. لك شو نص كيلو كوسة وقيتين بن ونص كيلو بن؟ اي والله غراض نجيب لها اياهم لمريض. شل الغراض على جنب، الله يوفق على الهوا، نحن تبهدلنا. عفوا بنرجع بنشتري. طيب. يا احبائي ببيروت. نعم. يا اخواتي بالضاحية. يا اخواتي بالجنوب. يا اولادي بالجبل. نعم. كسر وين؟ المتن. الأشرفية. شو حتقولوا؟ منطقة الشمال. مجبورين عباس. طيب قولوا. الشويفات والشوف، طريق جديدة، النويرة، راس النبع، البسطة، راس النبع. قلت راس النبع. قلناها؟ قلت شو كم راس نبع فيه؟ ايه مزبوط. قلناها انا راس النبع. بربور. بربور. والروشة. حروف. حروف ايه؟ هي حروف عند أبو راغب صديقي. كيفك ابو راغب؟ الله معك. الله معك بي. هيدا ابوك. الله معك حاج. مذكره؟ ايه مذكره. ايه ليش عم تطلع بتشوفه؟ لك ما عم بطلع، كل جمعه بطلع. كفي هلا. برافو عليك، برافو عليك عباس. خيي ابو علي ببير العبد. نعم. وصديقي ابو عمر بالمصيدبه. يا اهالي البقاع وبعلبك والهرمين. يلا. وكل لبنان حتى ما ننسى حدا. صح. ما فيك لانه عباس اذا بدنا نقولهم للصبح ما بنخلص. مزبوط. لانه الحمد لله يعني كاتب خطاب كبير عمي ابو رياض. طبعا عباس تفضل. يا اهالي العايشين كلياتكم بال 10452 كيلومتر مربع. نعم. بدي اقول لكم يا عيب الشوم عليكم. شو في؟ واك. لك شو واق وما؟ لك لحظة، شو هالبكا هلا؟ تبهدلنا، شو هالحكي؟ لك قلي ليه عم تبكي هلا؟ ما شفتهم كيف عم بقتلوا بعضهم؟ طيب خلص منيح معك حق. طيب خلص ما نضل نبوي هيك؟ لا بس انه شايفي شو بنعمل هلا؟ هيدي نحن عم نبكي. تفضل. يا اهلي عيب الشوم عليكم وبدي اقول لكم ايه؟ واللي طلعوا منهم الحركات بقى. ولما كلنا اخوه، كلنا شعب واحد، بهدلتونا وجرستوا العالم. صح. جرستونا قدام العالم. كل العالم صارت تتفرج علينا ونحن نحن نزيد بالمسخره بين بعض، مش عيب؟ يلي بدي اقول لكم اياه كلمتين ورد غطاهم. نعم. رح تعرفوا ليش عم بكون هيك؟ لانه قلت لكم اياه للتاريخ. أيها اللبنانيون، رجعنا كلمتين للتاريخ. طيب شو ما كان، شو ما كنتوا. نعم. ووين ما كنتوا، شو ما كان مذهبكم بأصقاع العالم. هيدي بيقولوها دي. وبين شو انتمائكم. اللي بدي لكم ياه، من أول ما شفتكم بعبيتكم شايف عطرسكم كتير. فوت اطلع انزال طاطي. شكرا. شو شكرا؟ شو خلص الخطاب؟ ايه. لك شو نتعلي هالورقة كلها وجان وقفة وكاتبها تيريسا تيرز، حاطت لي المناطق لتقول شكرا وتطلع عزال تعطي؟ ايه خلص اللي بدي اقوله وصي. لك هذا شو هذا؟ لا انا عبس تعذبت كثير، باردون يعني تعذبت امبارح، عملت نوي بلانش لكتبته
هيدا الشيء. شو عملها؟ نوي بلانش. شو هي نوي بلانش؟ ليلي بيضة. اه والله بس ما بتترجم هيك نوي بلانش، يعني انه بضلك سهران لزوج الصبح حتى بضلك عم تكتب وتستخلص. طيب حلوه الكلمه معبره، بس هلا بالنسبه للضرب تبعولي ما بدك تعمل فيه ضرب؟ انا ضرب بهالحلقه ما في ضرب فيها؟ في ضرب كان، بس في شيء اهم منك عباس. شو هو؟ في الوطن والبلد. ايه مزبوط، هاي الوطن والبلد اهم منك ومن قرعتك. ايه وامتى الضرب؟ جمعة الجاي. اه الجمعة الجاي عباس، اسبوع اللي جاي. اه الله يسترك ولي اذا هيك عم تتحمق.